وفنا وشكلا ومظهرا وكل حاجه. نموذج الاستاذ وليد توفيق نموذج، انا اتمنى انه يكون مثال لكل مطرب شاب عايز يكمل حياته وعايز يقول انا فنان. الفنان مش اغنيه حلوه ومش مش نجاح وشهره بس، الفنان قيمه وعطاء ومشوار كبير شكل ومضمون. زي تبقى واقف على مسرحك وانت راجل راقي بتقدم فن راقي، شكلك شكل راقي مش الاعمال البهلوانيه اللي بتشوفها. فانا لو بوجه للاستاذ وليد انت كده وفيت اخويا وصديقي وحبيبي رساله بقول له صدقني احنا النهارده بنكرم قيمه كبيره على المستوى الفني والاخلاقي ومستوى الاداء الراقي للفنان. الفنان يعني انا بتفرج على مهرجان القلعه اول امبارح، بسم الله ما شاء الله مش هقدر احسده بقى طبعا على الجمال والشياكه وحاجه تمثل العرب وتمثل الفن وسفير للبنان بجد وسفير لينا كمصر بجد وسفير للامه العربيه بجد. نورتنا وشرفتنا. سياده النقيب مصطفى كامل، برحب حضرتك باسم شبكه اخبار العرض نيوز اللبنانيه الدوليه، ونحن على ارض مصر الحبيبه بكل قياداتها الراقيه. في سؤال كده مثل ما بيقولوا عندكم في مصر سؤال خبيث، هل وليد ليه مخالفات عندك بالنقابه ولا لا؟ ليه كل الحب والتقدير وليه مننا كل الاحترام. هو ده اللي احنا بدنا نسمعه، علشان وليد نجم وفنان كبير بيمثل بلدي لبنان، وهو مثل راقي للنجم اللبناني المتطور الملتزم الذي عمل وحفر لنفسه اسم في الوطن العربي. برافو، بحييك باسم شعب لبنان. تحياتي لك. نورتينا. وانا زي ما بعلنها دايما في كل القنوات وفي كل التلفزيون، انا راجل مدمن وحدة الأمة العربية. الله عليك. أنا راجل عاشق. بدنا زقفة لإلك بقى. أنا بحب الوحدة العربية. نورتنا يا أستاذ. دويت الدنيا. سعيد بالشخصية. زملاء أعضاء مجلس الإدارة وكل السابقين والراحلين من أعضاء مجالس إدارة نقابة المياه الموسيقية والراحلين من النقباء أصدقائي وإخواتي وحبايبي. وإحنا نرحب بأهم افضل فنانين على المستوى العربي، النجم العربي اخونا النجم العربي المصري حسبي المبادره الفنان الكبير وليد توفيق. هلا يا وليد. موبايل يا جماعه، الموبايلات واكله وشهم من الله. موبايل ربنا. انتوا حضراتكم عايزين اي اسئله معينه في اي حاجه؟ حاضر يا استاذ. صوت يا سعودي. طيب النجم الجميل وليد توفيق منور مصر يا فندم، تحياتي لحضرتك. خلينا اتكلمنا يعني النهارده عن يعني شايف التكوين بالنسبه لك ده بيمثل ايه، وتحديدا من نقابه المهن الموسيقيه المصريه. اولا يسعد مساكم جميعا. صوت يا استاذ وليد بعد اذنك. اهلا وسهلا فيكم باللبنان. حلوه دي بس حلوه. انا سعيد جدا بهذا التكريم. انت اتكرمت كتير في كل البلاد العربيه. وبحترم هذا التكريم في كل مكان، لكن دايما بقول النجاح في مصر له طعم تاني. الغنى في مصر له طعم تاني. والتكريم في مصر بلد الفن مصطفى مايك صدى والنبي كمان له طعم تاني. وسام على صوت لن انساه في حياتي من نقابه المهنه الموسيقيه بوجود نقيبنا اللي انا سميته نقيب العرب. وكل اعضاء النقابه. أشكركم من كل قلبي على هذا التكريم الغالي الغالي على قلبي جدا وعلى قلب كل فنان لبناني وعربي. أستاذ مصطفى كامل.